اهلا بكم، هنكمل كورس الكونفيجريشن مانجر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنكمل كورس الكونفيجريشن مانجر. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا واللي هي اهم حاجه للادمنستريشن والاداره، اللي هي الريبورتنج. انت كاي تي اوكي، انت حققت كل اللي نفسك فيه بالكونفيجريشن مانجر، عرفت تعمل المانجمنت بسهوله، كل حاجه حققتها، بس انت محتاج توري المانجرز البنفيت. بس انت عشان مش هتقعد تشرح لهم بقى والله عملنا كذا وكذا كذا، الاداره محتاجه ريبورتنج. برضو الريبورتنج مفيده ليك انت كمان كادمنستريتور، اللي انت تقدر تشوف ايه الاجهزه مثلا نزل عليها ابديت، ايه الاجهزه ما نزلش عليها ابديت، ايه الاجهزه اللي ينفع ينزل عليها سوفت وير معين، ايه الاجهزه اللي بتستخدم سوفت وير معين. فهي مش حته الاداره بس، لا هي ليك والاداره. عشان ننزل الريبورتنج فبخش على الادمنستريشن، سايت كونفيجريشنز، سايت اند سيرفر اند سايت سيستم رولز، اد سايت سيستم رول. طبعا لازم يكون السيرفر اللي هقعد عليه السايت سيستم رول نازل عليه الريبورتنج سيرفيسز وحصل لها كونفيجريشن. هخش على هنا سيستم رول سيلكشن، هختار ريبورتنج سيرفيس بوينت، هبروفايل انا هكونكت على الكونفيجريشن مانجر داتابيز. هنا السيرفر اللي انا عليه الانستنس اللي انا هستخدمها في الريبورتنج. طب السيرفيس اكونت اللي انا هكونكت بيه على الريبورتنج، انا هقول له نيو اكونت مثلا، هستخدم الادمنستريتور او ممكن تستخدم السيرفيس اكونت بتاع الريبورتنج از يو لايك. اهم حاجه اللي هو يكون اكونت يقدر ياكسس الريبورتنج سيرفيس. خلينا نستخدم الادمنستريتور. هقول له اوكي، نيكست. تمام، يبقى كده هنخش هنا على مونترينج ريبورتنج. هتلاقي الريبورتنج هتبتدي تظهر عندنا بس لما يخلص الانستليشن ستيبس تخلص معايا. هتلاقي عندنا حوالي فوق 400 ريبورت، مش عاملين حاجات كتير قوي في كونفيجريشن مانجر، معاهم 477 ريبورت. لو فتحنا هنا السهم ده هتلاقيهم متقسمين لكذا كاتيجوري، مثلا اليرس، مش عارف سكيورتي، كلاينت وش الريبورت بتاعتها، الهاردوير، سوفت وير، درايفر، مانجمنت. ريبورت شامله وفيها حاجات كتيره جدا، فوق اقول لكم فوق 400 ريبورت. فمثلا لو احنا جينا على السايت جنرال مثلا، هقول له مثلا انا عاوز كمبيوتر في السايت مع الفلانيه، اختار من هنا السايت اللي انا عاوزها، اقول له اوكي فيو ريبورت. كده جاب لي الأجهزة اللي موجودة في السايت ديت اللي انستولد عليها كلاينت ومانجد باي كونفيجريشن مانجر. ده نفس الكونسيبت اللي هيقابلك على طول في أي ريبورت. أنت هتختار الريبورت، مثلا عاوزين ايه تاني، هاردوير جنرال مثلا، كمبيوتر انستولد ورك جروب اور دومين، برضه نفس الكونسيبت. هتختار الورك جروب او الدومين من هنا، هتقول له في ريبورت، هيقوم طلع لك الاجهزه الموجوده في الدومين اللي اسمه الا بس. فهي ديت حكايه الريبورتنج، وزي ما قلت لكم عندكم فوق 400 ريبورت موجودين كل حاجه. ولو الريبورت ديت مش مكفياكم هتقدروا تعملوا كرييت كاستم ريبورت لو انتوا عاوزين كرييت ريبورت من هنا. احنا هنشوف الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي نقدر نعمل كاستم ريبورت معين